من جورجيا لوري واتكنز مستشار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. سيدي أهلا بك. 198 صوتا في المجمع الانتخابي و109 أصوات داخل المجمع الانتخابي لكاميلا هاريس. معنى ذلك أننا نستطيع أن نعتمد على هذه الأرقام في قراءة مستقبل عملية الفرز؟ من المبكر جدا أن لأي شخص أن يقوم بتحديد نتائج هذه الانتخابات، خصوصا أن هناك عدة معارك تدور في عدة ولايات أمريكية مثل بنسلفانيا، والأرقام التي نراها الآن يمكن أن نراها في ظل المعارك السابقة التي حدثت في الانتخابات السابقة. نحن الآن نرى هاريس تبلي بلاء أفضل في بنسلفانيا، أفضل مما حدث مع بايدن، وفي بيتسبرغ أيضا هاريس أيضا تبلي بلاء حسن أيضا، وفي باتلر كاوتي حيث شارك ترامب في حشود هناك وحدثت محاولة اغتياله. نعم هناك هو يفوز في عدة ولايات ولكنه لا يفوز وفقا للتوقعات. هناك عدة معارك تحدث في ولايات كثيرة، ولكن يجب أيضا التركيز على بعض المقاطعات داخل بعض الولايات مثل ألان تاون، وفي هناك مناطق في أريزونا لقد قاموا منذ قليل إغلاق صناديق الاقتراع، ولذا من المبكر للغاية التنبؤ بنتيجة الانتخابات. ولا تنسوا أن كل هذه الصناديق يتوجب أن يتم تأمينها، كل تلك التي تأتي وأيضا تلك التي تأتي من البريد سيتم استلامها بحلول منتصف الليل هذه الليلة. ثم هناك أيضا في ولاية ميشيغان هناك 52% من هذه الأصوات ضد دونالد ترامب، لذلك نحن واثقين أن هاريس ستفوز بالأصوات بصورة عامة، ولكن بعد الولايات تظهر أن هذه الأرقام تبدو مختلفة عما توقعنا. سيدة واتكنز، الآن بينما تتحدثي أنت الآن من جورجيا، هناك تقارير أمريكية تتحدث عن أن دونالد ترامب حسم آيوا، وهذه كانت ولاية تراهن عليها كمالا هاريس، حتى وإن كانت هذه الولاية تاريخيا جمهورية لكنها كانت تراهن عليها. على أي حال حسمها دونالد ترامب ووصل بذلك إلى 210 أصوات. نيويورك تايمز تقول إن نسبة فوز دونالد ترامب تصل الآن إلى أكثر من 85%. هل ترين هذا ضمن المعطيات الاعتيادية التي كنتم تقدرونها في حملة هاريس؟ أقول لك، هل هذه المعطيات كانت ضمن المعطيات المنطقية التي أعددتموها في حملة كمالا هاريس؟ لم أتوقع أن كاملا هاريس ستقوم أن تفوز بولاية أيوا. هناك من يقول منذ بضعة أيام أنها متقدمة بثلاثة نقاط، ولكني لم أصدق هذا. كلا لم أصدق هذا. باراك أوباما فاز في مناطق هناك مثل موطني فلوريدا. هناك كثير من الأمور تغيرت على مدار 12 سنة. للأسف على سبيل المثال فلوريدا الآن فاز بها ترامب، حيث هناك إجمالي السكان من أصول أسبانية حتى منذ 2021، فكانت هناك أغلبية ديمقراطية هناك للأسف الآن أصبحت حمراء، حتى أن التعديل الخاص بالإجهاض في فلوريدا قد فشل أيضا. لذلك ترامب لديه معاقل كثيرة وهي فلوريدا من ضمنها، واستطاع أن يقوم بزيادة عدد الذين انتخبوه، وهذا متوقع. ولكني متأكدة أيضا أن كاملا هاريس ستقوم بالفوز بالمجمع الانتخابي بأكمله، وأريدكم أن تركزوا على بنسلفانيا بصورة خاصة. موطن هذه الثقة ما هي؟
لأن كامالا هاريس هي التي ستفوز، رغم أن المؤشرات الأولية التي تنكر على الأقل في إطار هذا الحديث، وأن الرجل وصل إلى 210 أصوات في المجمع الانتخابي. يتوجب عليك أن تصل إلى رقم 270 صوتا، وهذا طريق طويل، وربما لن نصل إلى هذا الرقم اليوم، ربما بعد بضعة أيام سنفهم تماما إذا ما توصل هذا الرقم أم لا. وأود لاحقا أن أرجع إلى برنامجكم لأقول لكم إذا ما وصل إلى رقم 270 من المجمع الانتخابي أم لا. سيدة لوري واتكنز، كان الرهان من جانب حملة كامالا هاريس على بعض القضايا الاجتماعية التي تخص السيدات في الولايات المتحدة، وعلى رأسها الإجهاض والقضايا المرتبطة بالديمقراطية ومستقبل هذه الممارسة في الولايات المتحدة، بينما كان مسار دونالد ترامب مرتبط بالاقتصاد وتنشيط عجلة الاقتصاد من جديد والحديث المباشر عن قضايا المهاجرين حتى لحظة تصويته اليوم. أترى اهتمام الناخب الأمريكي في هذه اللحظة كان يتركز حول ما ركزت عليه هاريس أم ما أراده ترامب؟ لا أدري ما أقوله في هذه اللحظة. يكذب دونالد ترامب فيما يقوله في رسائله، وكان فعالا للغاية وأثر على الناس بصورة كبيرة. تحدث عن الجرائم وأنها دائما ملتصقة بالمهاجرين الذي أتوا إلى هذه البلاد، وهذا أمر غير حقيقي. لقد كان جيدا في الرسائل التي قام ببثها، هو قوي، كان قويا للغاية ولم يستسلم، وهذا كان مستشري بين الناس، خصوصا عندما يكون هناك عدة منصات تستهدف الأمريكيين الناخبين مثل وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى الآن نظرا لأنه لا يوجد شرائع تنظم وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها ما زالت تحت الهجوم أو التلاعب من طرف الروس والصينيين والإيرانيين، وتم اختراق وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الرسائل داخل هذا الوطن. وهناك الأمور التي ذكرتها مثل الجرائم والمهاجرين، ولكن تحت إدارة بايدن وهاريس فإن الاقتصاد أصبح أفضل كثيرا مما كان عليه الأمر في أوقات إدارة ترامب. وعلى الرغم من أن الأسعار ارتفعت في الماضي، إلا أنه في آخر 9 أشهر هذه الأرقام انخفضت بصورة كبيرة، وبلدنا وأن تركز بلدنا على هذه الأرقام وأن تستمع لهذه الرسائل المغلوطة، فإن هذا أمر به تحيز، وأن ترفض أن يكون هناك امرأة رئيسة فهو أمر مغزي، وأن نقول أننا نريد أن نقوم بترحيل اللاجئين والمهاجرين هذا أمر سيء للغاية. لقد تحدث عن أشخاص مثلي وأنه سيقوم بسجن أشخاص مثلي، وهذه رسائل عنيفة وكلمات عنيفة وقوية للغاية، وهذا لا ينبغي أن يأتي من شخص يريد أن يتم انتخابه مرة أخرى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.